السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينة. النهاردة حسب طلب معظم المشتركين في القناة وحسب ما قرأتم في عنوان الفيديو، عندنا كارما الإنسان اللي سحرك، إيه اللي هيحصل له إن شاء الله؟ حيكون الاختيار الأول حسب أول حرف من اسمكم، الأحرف في صندوق الوصف، المجموعة الأولى، المسبحة أو أول حرف من اسمكم اللي هو هم مكتوبين في المجموعة الأولى في صندوق الوصف تحت الفيديو، المجموعة الثانية كمان الأحرف بتاعها في صندوق الوصف أو اختيار القطة دي. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا المسبحة دي. هنستعين كمان بكتاب شرح حالية طالب العلم. نحط الكتاب على جهة ونبدأ أولاً على بركة الله بعرض يعني وجيز للحالة اللي انتم فيها حالياً، الطاقة بتاعتكم أو إيه اللي حصل لكم. الطاقة بتاعتكم غالباً A four of wands، قاعدين في انطواء، قاعدين البعض منكم ينتظر نوع من التشافي من السحر اللي هو يعني مصاب بيه. غالبا البعض منكم في طريق التشافي من السحر ده، ربما عملتم عملية نزع سحر أو حاجة زي كده، بس معظمكم 80% أو 85% منكم هو دلوقتي بيدور أو يطلب رب يدعي ربنا على إنه يشفيه من السحر اللي عنده، وغالبا مش قادر يوصل زي ما نشوف هنا السيف موجود هو هنا يعني تحت السرير بتاع الإنسان ده، بس هو مش شايفه، مش قادر يطوله. فغالبا هنا يعني الطاقة العامة بتاعتكم مش قادرين يعني توصلوا للعلاج بتاعكم ليه. غالبا البعض منكم ما عندوش الميزانية المالية اللي بتتطلبها عملية نزع السحر دي. غالبا البعض منكم كمان عمل عدة محاولات ودفع فلوس ووقع دايما في ناس يعني ما تخافش ربنا وأخذت الفلوس وما عملتش حاجة في العلاج بتاعه، دلوقتي ما لقاش حيلة أخرى إلا يعني إنه يدعي ربنا إنه يشفيه وينتقم من الناس اللي ظلموه. الكوين اوف بنتكل زي ما نشوف المرأة دي واقفة كده وفوقها الطاووس ده والبنتكل ده، يعني هنا عاوزة استراحة أو تخرج من الطاقة السلبية للطاقة كويسة عشان تقدر يعني تسير حياتها بطاقة كويسة وبحاجة كويسة وبصحة كويسة. غالبا انتم هنا يعني مع التو اوف بنتكل بتواجهوا مشاكل وصعاب جدا في حياتكم، زي ما نشوف هنا الامواج يعني صاعده فوق الصخر كده، يعني بتمروا مشاكل كبيره جدا، والعاصفه دي يعني انتم في وسط دوامه كبيره جدا مش قادرين توزنوا او تتوصلوا لتوازن في حياتكم. كمان البعض منكم يعني بيعاني من سحر من طرف ثالث، ربما انتم عايشين في علاقة ثلاثية والسحر ده يعني بكارت تو اوف سونت يعني موقف كل حالكم، مش قادرين لا توصلوا للحاجة اللي انتم عاوزينها ولا تحققوا لحاجة في العمل ولا حاجة في حاجة اخرى، قاعدين كده يعني مربوطين الايدي ومش عارفين ايه حيكون مستقبلكم قدام الحاجة دي اللي حصلت لكم. طب عالي العال شوف كمان ثلاث كروت عن الماضي والحاضر والمستقبل بتاعكم. سبحان الله، الرجل المعلق ده هانجي مان. غالبا العديد منكم يعاني من سحر التعطيل، سحر ربط عن الزواج وسحر التفريق اهو، كمان سيفن اوف سونت. انتم في يعني بتعانوا كتير جدا من حال الوقف ده والحاجه دي اللي اتعملت لكم، بس ربنا هيدي لكم الوسيله، ربما البعض منكم توصل للوسيله اللي هيتخلص منها من طاقه السحر دي الايس اوف وانز. يعني بالدعاء ده ربنا حينير لكم الطريق ان شاء الله للوصول الى العلاج بتاعكم او المعالج الصحيح ليكم للحاله اللي انتم فيها دلوقتي.
إن شاء الله. دي كانت يعني موجزة بالكروت، إيه اللي حصل لكم حاليا؟ نمر دلوقتي للكتاب ونشوف إيه الكارما، إذا كان فيه كارما ولا لا للإنسان ده اللي ظلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. في اسم عبد الله، زيد، أبو زيد، سبحان الله. شوف هنا خوارم المروءة في الطبع أو القول أو العمل، كالعجب والرياء والبطر والخيلاء والخيلان خيلاء والخلاء واحتقار الآخرين. شوفوا كده احتقار الآخرين أهو، في ناس بتحتقركم يعني بيبصلكم من الفوق كده، الناس دول اللي سحروكم بيغيروا منكم، عندهم نوع من الحسد، بيغيروا من أبسط حاجة ربنا يحطها لكم في حياتكم. هنا غالبا انتم ناس يعني مميزين، عندكم ميزة خاصة في وسط المجتمع بتاعكم او في وسط العيلة او المحيط بتاعكم، اذ هنا بيقول لكم يعني في اختلاف في بعض المفاهيم او بعض الاقوال كنتم بتعملوها او بتقولوها في ما يخص يعني الانسان ده اللي سحركم. فهنا يعني بيدي امثلة، بيقول ان يعني انه ليس التكحل في العينين كالكحل، وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعة، وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوبة، لكنه مع التمرن يحسن أو تحسن حاله، وهذا مجرب. يعني زي ما شفنا في الكروت، انتم بدعائكم وبدون معرفة مسبقة ربما للإنسان ده اللي حي عليكم أو للوصول إليه، يعني طباعكم الغريزية اللي مطبوعة في حياتكم لشخصيتكم هي اللي هتساعدكم إن شاء الله بالتمرن وبالمحاولة وبالسعي وراء العلاج ده، هتتوصلوا للعلاج ده إن شاء الله. الناس دول يوصفون بالخلة الرديئة، يعني الحرفة الرديئة أو الخصلة الرديئة. وغالبا الإنسان ده اللي سحركم بيتعجب بنفسه، يعني يحب أنه يفرض نفسه أو يظهر نفسه قدام الناس سواء بالأفعال أو الكلام. الرياء، أن يرائي الإنسان بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم. البطر، رد حق، رد الحق أهو، شوفوا كده البطر رد الحق، يعني فيه كارما حترجع للإنسان ده وحقوقكم الضايعة دي حترجع لكم إن شاء الله. في هنا اللباس، ربما عمل لكم سحر في اللباس أهو باستعمال أحد من الألبسة بتاعتكم.
اهو زي ما قلت لكم، الناس دول اللي سحروكم بيحبوا يظهروا نفسهم قدام الناس كده، ليظن الظان انه من كبار العلماء، عشان يعني الاخرين يعملوا نفس يعني ثقة فيهم ويشوفوهم بانهم حاجة كبيرة وذو هيبة وذو حاجات، يعني مش عارفة انا، يعني نوع من التكبر. اي كمان خرجت مرتين احتقار الاخرين، وهنا احتقار الآخرين، يعني في هنا أو بطر الحق، يعني قطع حق الإنسان اللي من حقه، احتقار للآخرين، يعني دايما الإنسان ده عنده حسد ويحتقر الناس اللي هم أضعف منه، الناس دول اللي سحروكم. في اسم، يعني اسم الطيب كمال، أو الإنسان ده شوفوا كده، يعني المواطن التي تكون يعني المواطن التي تكون محل الشك فيه وفي مروءته وأخلاقه. الناس دي بتغتاب فيكم كتير. رحم الله امرئ كف الغيبة عن نفسه أو التكبر بنفسه. شوف هقرأ لهم الفقرة دي وهي واضحة بدون شرح، عشان ما اطولش عليكم السكوت، عشان بعض الناس بيقولوا لي يا اما تقرأي الصفحة كاملة يا اما تقولي يعني تكتبي كل حاجة في ورقة وقولي لنا، يعني ايه الكلام ده اكتب كل حاجة في ورقة، يعني ايه الاثبات من الكلام اللي هقوله اذا ما كانش الاثبات على المباشر كده. فهنا شوفوا كده، قال رحم الله امرئ كف الغيبة عن نفسه، واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهر الخلق، قال للرجلين الأنصارين وهو مع زوجه صفية، إنها صفية فكيف بغيره؟ فالحاصل أنك لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا بي شيئا، فأنت وإن كنت عند الناس بهذه المثابة لكن الشيطان يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهمونك بما أنت منه بريء. فتجنب مواطن الريب حتى تسلم من غيبة، يعني ابتعد عن الناس السلبية دي كلها، ابتعد عن الناس دول، ما تقعدش تفكر في الكارما دي وفي الحاجة دي، لأنه الطاقة السلبية بتاعتهم بتيجي ليكم، انتم عارفين نفسكم انكم بريئين من الاتهامات دي، ربما اختيبتم يعني اغتابوكم بكلام فاحش، بتهكم على شرفكم، بحاجات انتم ما عملتوهاش او سلب حقكم بالكذب، وانتم عارفين انكم بريئين. يعني اطمئنوا ان ربنا شايف الظلم هو موجود عند مين ومين اللي بريء فيكم. البعض منكم ذل أمام الإنسان ده اللي سحركم، حاسين نفسكم مقيدين كده مش قادرين تعملوا حاجة، بمعنى ألا بمعنى يذل أمام يذل 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 أمام خصمه عند المناظرة أو غير المناظرة. أو خلقا الجبروت، خلقا دميمة، يعني الإنسان ده من الناس المخلوقات اللي المدمومة عند ربنا، المنكورة المكروهة عند ربنا.
وهنا غالبا الإنسان ده اللي سحركم من صفاته هو التكبر والتعزز. واضح أن يكون الإنسان شهما معتزا بنفسه، لكن من غير عصبية، لا يقول أنا من قبيلة الفلانية ولي شهامة، أنا من تميم، أنا من قريش، أنا من كذا، أنا من كذا. الإنسان ده غالبا، والإنسانة دي إنسانة متكبرة جدا ومتعجرفة، أو الإنسان ده متكبر ونرجسي ومتعجرف. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. غالبا البعض منكم يعني في كلمة هنا بين الإخوة، أو يا إما فرق ما بين إخوة، يا إما فرقوا ما بينكم وبين أولادكم، أو أحد الناس اللي سحروكم أو ظلموكم هم من أهلكم، يعني الساحر أو الساحرة دول من أهلكم، من دمكم، يعني من قبيلتكم. لأن الكفار يودون من المسلمين، يودون من المسلمين أن يتفرقوا، وأهل البدع يودون من أهل السنة أن يتفرقوا. فالواجب على أهل السنة أن يقطعوا الطريق على هؤلاء وهؤلاء، وأن تجتمع كلمتهم، وألا يكون بأسهم بينهم، وأن تتسع صدور بعضهم لبعض، وأن يعلموا أن الخلاف قد وقع في عهد الصحابة وما بعده، لكنه خلاف في الأقوال وليس خلافا في القلوب. ربما أنتم المشكلة اللي حصلت ما بينكم وبين الإنسان ده اللي ظلمكم كان خلافا يعني غير مفهوم من طرف الإنسان ده اللي سحركم. يعني ربما عملتم حاجة كانت عندكم حسن نية يعني واضحة، والإنسان ده اللي سحرك فهمها بطريقة يعني أذيته كتير، فعشان كده عملوا لكم السحر ده وعملوا الحاجات دي، وأنتم ستنتصرون به، يعني تنتصرون بالكارما دي عليهم بالنصر والتأييد، أو أن من المسلمين أن يدعو لهم بالنصر والتأييد، فأنتم منصورين من عند ربنا ومؤيدين من عند ربنا. أهي، وإن عليهم أن يصبروا ويحتسبوا، فإن عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا. تسلط عليهم الأعداء، الناس دول اللي ظلموا السحرة دول، ربنا هيحط في طريقهم أعداء، هيسلط عليهم أعداء يهينونهم بنفس الإهانة اللي يعني أهنتم بها أنتم، أهنتم بها أنتم. أيوة، أهو سيصابون كمان بالذل، وأن يذل أعداءهم. أهو كمان، اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. يعني شوفوا كده، كيده حيكون في نحره، وحيكون أفسدها يعني كل أموره فاسدة، ويجعل تدبيره تدميرا عليه، يعني كل خطوة يعملها في حياته حتكون خطوة نكس ونكد عليه، وأموره كلها حتتدهور في حياته. وإن الله على كل شيء قدير، فكونوا مطمئنين إن ربنا يعني هياخد حقكم، هياخد حقكم. ما تقعدوش دايما تتساءلون الكارما ما رجعتش وما حصل لهمش حاجة أو حاجة زي كده. هيمسكهم نوع من المرض الأجرب المريض، أهي الأجرب المريض، هيمرضون بمرض الجرب،
أو من أنواع دي من الأمراض. ولهم قصص ووقائع وواقعات يطول شرحها، يعني مسار المرض بتاعهم ده بالجرب أو بهذا النوع من المرض هيكون طول، يعني طويل المسار في حياتهم. عفوا. لا يصلى على جنازة، يعني الإنسان ده حيتوفى بطريقة محرمة، يا إما يكون متعاطي الخمر أو يتوفى في وضعية مخلة للحياة. يعني أنتوا فاهمين إيه معنى مخلة للحياة؟ يعني يكون بيعمل حاجة من محرمات وحيحصل له حادثة حيتألم فيها كتير وحيموت كافر، لدرجة إنه في جنازته ما فيش حد حيصلي عليه. في اسم عبد الله يتكرر، اسمه محمد وأحمد ومنصف. ومش ما فيش حد حيتقبل جلوسهم أو وقوفهم أو كلامهم من أي مجالس، وكانوا يطردونهم من مجالسهم، وكانوا يطردونهم من مجالسهم، يعني حيكونوا محتقرين من الناس طول حياتهم. أهو كمان وهجرهم هيكونوا يعني منبوذين. أهو وكسرة، عفوا، وكسرة لنفوسهم، بمعنى ذلك يعني حيشوفوا أعز الناس ليهم يتعذبوا قدامهم ومش قدروش يعملوا حاجة، يعني نفسهم حتكون منكسرة زي ما أنتم دلوقتي منكسرين، عفوا، بسبب السحر ده. أهو حيصابون كمان بالعمى، العمى الناس دول يعني اللي سحروكم كان شرهم أكبر وأعظم، كانوا سليطي اللسان وفصيح البيان، فإن شره يكون أكبر وأعظم، ولا سيما إذا كان المبتدع سليط اللسان فصيح البيان فإن شره يكون أكبر وأعظم. عفوا. عفوا، نشوف المرة الأخيرة لأصحاب المجموعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، طب إن أنعمت علينا غير المغضوب علينا ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. هنا يعني فيه استخارة لكم انكم تتجنبوا كل حوار مع الناس دول، تبتعدون عنهم، ما تاخدوش كل كلمة تجرحكم كده وتقعدوا تفتكروا فيها وتقلبوها كده في عقلكم. يقول مجتنبا الكلمات الجافية، هذا صحيح، تجنب الكلمة الجافية والفعل الجافية، اي الجملة الأولى، تجنبوا الأمور دي، ما تقعدوش تفكروا في الكارما وفي عملوا لكم إيه ومش عملوا لكم إيه والحاجات دي. أهو أن يغلب الحق البين.
هنا بيقول يعني الحق البين معناه انك يعني مش يعني حتى ولو كان على حق، الطريقة السوية للكلام انك مش العين بالعين والند للند والبدي أظلم، لا بيقول لك حاول انك تعرف ازاي تتعامل مع دول عشان تتقي شرهم عشان توصل لهم الكارما بتاعتهم. في اسم بكر بن عبد الله، فيه أبو زيد، وزيد كمان يتكرر. أهو التحلي بالتأمل، فإن من التأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك أو تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم في ماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارات والأداة دون تعنت أو تحذلقها، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. زي ما قلت لكم يعني غالبا المشكلة اللي حصلت ما بينكم وما بين دول الناس اللي سحروكم هو عدم فهم قصدكم لحاجة عملتوها انتم. شوفوا سبحان الله، هنا كلمتين لا تتعجل متتالية، لا تتعجل ولا تتعجل، يعني الكارما حتيجي تيجي، فتريس وحاول تتأمل مع نفسك وتنظف طاقتك من الطاقة السحرية دي أول خطوة لازم تعملها، ويعني ولا تتعجل الأمور، كل حاجة ربنا عامل لها وقتها وكل حاجة يعني حتكون في نصيبها. لقول ولهذا قال الشاعر الناظم: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجلوا. أهو وقفوا الفيديو وأعيدوا القراءة إذا كنتم عاوزين. فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، فأيهما أقدم؟ الأول، لأن القول أو الفعل إذ خرجت منك لا يمكن ردها، لكن ما دامت لم تقل ولم تفعل فأنت حر تملك، فتتأمل بماذا تتكلم به وما هي فائدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله ويوم الآخرة فليقل خيرا أو ليصمت. هنا يعني معناها لا تطلق العبارة على وجه تؤخذ عليك، إذ يعني فيه البعض منكم ربما الكثير منكم إذا ما كنتوش يعني كلكم عندكم نوع من التساؤلات الغريبة، وبدون وعي تتهمون الله انه ليس عادل، انه العدالة دي يعني الكارما دي لم ترجع بعد عن الناس دول، انه الناس دول لم تحصل لهم الحاجات دي، حتى يعني ما خرجتش حاجات كتيرة فيما يخص الكارما للمجموعة الأولى لوجود مع آخر كلمة قرأناها: لا تتعجل لا تتعجل، إذ لهذا الأمر لهذا التأخير أمر عند ربنا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى، فلا تتعجل. دي كانت يعني قراءة المجموعة الأولى. نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية. أعتذر. اللي اختاروا القط أو مجموعة الأحرف الموجودة في صندوق الوصف. نشوف أولا بالترو هي الطاقة الحالية بتاعتكم. كارما الطرف الساحر أو الإنسان اللي سحرك. The page of swords هي الحاجة يعني الطاقة الحالية بتاعتكم. غالبا في ناس فرقت ما بين الأزواج بالسحر التفريق،
وسحر التعطيل الحركة، سحر عن الجواز. يعني شوفوا جميع الأسحار هنا غالبا من الأم، وأصبحتم دلوقتي عايشين في حيرة يعني كبيرة جدا، عندكم أعداء، حالكم متوقف، متعطلين، مفيش حركة. يعني بس في حاجة يعني هنا بتقول إنه في كارما جاية. شوفوا سبحان الله، يعني الكروت جاية متتالية، في كارما جاية هنا، فيه القديس يعني الكنيسة، يعني هنا فيه طاقة روحانية من عند ربنا هتيجي ككارما على الناس دول اللي ظلموكم، ودي يعني الحالة الطاقة الحالية اللي انتم فيها دلوقتي. طب ايه الأخبار اللي أو ايه الأحداث اللي حصلت لكم أو اللي أوصلتكم للحالة اللي انتم فيها دلوقتي؟ علاقات ثلاثية، البعض منكم يعني هو في بلد آخر غير البلد اللي هو ساكن فيه، وربما أنتم بتستنوا سفر أو تنقل أو حاجة منعاكم من التنقل. سبحان الله، نفس الكارت اللي خارج مع المجموعة الأولى، عاوزين تشافي، تشافي وتطلبوا ربنا وتنتظروا الكارما دي في نفس الوقت، عاوزين تشافي من الحالة اللي أنتم فيها دلوقتي. زي ما نشوف هنا الكنيسة، وهنا في الراهب، والست دي ماسكة الطفل الصغير دي، والرجل ده اللي ماسك الكأس ده، اللي يعني المسيحيين عفوا عند عفوا عندي حساسية عند المسيحيين، الأولاد الصغيرين، بنات أو أولاد. إحنا المسلمين بنعملهم البنات للأولاد، عفوا الختانة، فعند المسيحيين بيباركون المزيود الصغير بأخذه في الكنيسة، ويعني إطلاق المية أو إسالة المية، إسالة المية على رأس الطفل ده أو الطفلة دي بماء مرقي بالطريقة المسيحية، عشان يدخلون الصبي ده أو الصبية دي للدين المسيحي، يعني بخلاف المسلمين اللي بيعملوا الختانة لأولاد، أو لما يتولد عندهم ابن أو طفلة بيعملوا نوع من الذبيحة، كبش أو عجل أو حاجة زي كده حسب المقدور الإنسان ده، الأب ده أو الأم دي. فهنا أنتم عاوزين نوع من التشافي من أمر يعني موقف حالكم، تستنوا كارما ونفس الوقت تشافي، حالة انتظار طولت، انتظار حاجتين عشان تقدروا، يقدر يعني الكرة الأرضية دي اللي بإيدكم يعني تقدر حياتكم تبدأ في الحركة. عندكم نوع من التوقف في جميع الميادين، سواء جواز، سواء السحر ده يعني أثر على الجميع، سواء كنتم متجوزين واتطلقتم بسبب سحر تفريق. شوف دلوقتي هنشوف لكم كتاب آخر. هنستعمل ماذا بعد الموت؟ تأليف حين بن عودة العوايثة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. في اسم إدريس، في اسم محمد، في اسم هارون، صالح، اسم موسى، هتقول الأسماء الموجودة بعدين نشوف في ايه. شوفوا هنا، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي
أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يعني هنا بيتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. غالبا البعض منكم هنا يا إما توفي له طفل أو صبي أو غلام زي ما هو مذكور هنا بسبب سحر، يا إما كنت ست حاملة به أو ابنك أو بنتك توفت قبل سن العشرين، قبل بلوغ سن العشرين. فهنا يعني ربنا بيطمن قلبكم ويعني وطبطب على صدركم ويقول لكم يعني الاستخارة دي. مش بقول اني انا بوصل كلام ربنا، ما تسمع ما بتفهموش الكلام ده، لا دي استخارة. ان هنا في اشارة بتقول ان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة، فيعني ابنكم في الجنة، فاحمدوا ربنا على المرتبة دي اللي عنده. ربما بالكلام ده ربنا كان عاوز في الاستخارة دي يوصل لكم نوع من الرحمة على قلبكم والطمأنينة على قلبكم على الإنسان ده اللي فقدتموه بسبب سحر أو طاقة سلبية كنتم فيها. في اسم إبراهيم قلناه، في اسم هاجر أو هاجرة هو صالح إبراهيم، يعني في أسماء أخرى أسماء الأنبياء والرسل. غالبا الإنسان ده اللي سحركم بيتعاطى الخمر أو تتعاطى الخمر خمر، وغالبا عمل لكم السحر في إما حاجة فيها لبن أو عسل، أو عسل لبن أهو، فأخذت لبن، يعني غالبا في حاجة مصنوعة من اللبن. وقال سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني هنا بيتكلم على عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد يعني للسماء، يعني في الرواية بتاعته يعني اللي سمعنا عنها في السنة بتاعته. وهنا يعني قصة الصلاة لما كانت مررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة، خمسين صلاة كل يوم. يعني تخيلوا وقت الرسول موسى رضي الله عنه كانت الصلاة في اليوم خمسين صلاة مش خمسة. قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فأرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرة، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجع فوضع عني عشرة، فرجعت إلى موسى فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أهو يعني هنا كلام الحوار اللي حصل مع ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي موسى فيما يخص يعني تخفيف الصلوات على المسلمين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب
من بين المسلمين والأنبياء والرسل اللي أنزلهم الله سبحانه وتعالى لنشر الإسلام يعني عبر العباد المخلوقات بتوعه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الوحيد اللي شفق على أمته، يعني فيه نوع من الشفقة. فربنا هنا في استخارة في الكلام ده كله، إنه حاولوا إنكم تواظبوا في الصلاة بتاعكم، لأن ربنا هنا يعني عنده نوع من الشفقة عليكم على الحالة اللي انتم فيها دلوقتي. بس ربما هو يعني زعلان منكم لأنكم ربما غير منظمين في صلاتكم. ربما البعض منكم تعامل بالسحر زي ما هو مذكور يعني هنا النبي موسى. فالنبي موسى معروف أنه كان بيتعامل مع كهنة الفرعون الذين كانوا يستعملون السحر والحاجات دي. فغالبا ربما البعض منكم يا إما يعني من كثرة الشدائد عنده حاول يستعمل نوع من أنواع الأسحار، جذب الحبيب أو إرجاع الزوج أو حاجة زي كده، ولم يكن يعرف أن الطريقة دي فيها بعض التعويذات خاصة بالسحر. فهنا ربما أخطأتم بدون نية وبدون شعور. عفوا. في اسم عباس. في هنا تنحر، فعل تنحر. غالبا الإنسان ده يا إما حيموت مقتول يا إما حيموت بطريقة حادثة مش عربية أو عربية أو ماكنة أو حاجة زي كده. يعني الماكنة يعني هي الآلة يستعملها ربما في شغله أو بواسطة حاجة في العربية لما يتصدم حاجة تانية، فينحر زي ما ينحر العجل أو الكبش كده، سيذبح أو يعني يقابل أحد أو يتشجر مع أحد فيذبح من طرف الأحد ده، ككارما بتاعتكم يعني من ناحية الإنسان ده اللي سحركم. شوفوا سبحان الله، يعني كلام جملة أولى تطمئن قلب السامع. أهي الجملة تقدروا تقرأوها، هي واضحة. أول زمرة تدخل الجنة تقيل في الجنة 40 عاما قبل الناس. يعني ربما عملتم حاجة في حياتكم وربما يعني حتدخلوا بالحاجة دي الجنة. والإنسان ده الساحر كمان قبل ما يحصل له الحادثة دي سيقف قدام الحاكم، إذ أخرجه الحاكم أهو. يعني هتحصل له مشكلة، ربما يوصل للمحكمة ويكون يحاول أنه يتراوغ مع رئيس المحكمة، فرئيس المحكمة هيكون عنده حنكة بحكم شغله ويعرف ان الانسان ده فعل الحاجة دي، فربما هيحكم عليه او يمسك بحاجة يعني متلبس. شوفوا كده، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الناس اللي ظلموكم اللي سحروكم دول وكل حاجة، يعني هما سحروا يعني زي ما لو شركوا بيشترك يعني عملوا شرك بالله. وقال سبحانه: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
صدق الله العظيم. سورة الأعراف. وعن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ الجنة لا يدخلها إلا النفس المسلمة. في اسم خالد، عمر، عماير، في اسم غزوان، في كلمة حذاء هنا، ربما أخذت حاجة من مكونات الحذاء أو التراب اللي لاصق في الحذاء من تحت، وعملوا لكم سحر. في اسم الحسين، البصرة، شوفوا هنا، حتى يدخل البعير في خرق الإبرة، كتعبير مجازي. غالبا هنا يعني الإنسان ده حدق به الحياة في الدنيا قبل ما يموت بالطريقة اللي ذكرناها دلوقتي، هتشتد عليه الأمور والمشاكل لدرجة إنه زي ما نقول إحنا عاوزة يعني كتعبير مجازي بعير يعني جمل تفوتوه في خرق يعني في ثقبة الإبرة اللي بنخيط بيها، يعني مستحيل، فمش هيخرج من المشاكل وهتضيق به الدنيا للدرجة دي قبل ما يموت بالطريقة اللي قلنا عليها. إلى هنا وصلنا الاستخارة بتاعتكم، أرجو إنه بالكلمات اللي قرأناها من الكتب دي المختلفة يعني نزلت كلمسة خفيفة على قلبكم عشان تطمنكم وتهدن روعكم من الآلام اللي انتم بتحسوها دلوقتي. وإن شاء الله ندعو ربنا إنه يا رب إنه يرفع عليكم الألم ده والضر ده والظلم ده، وإنه يعني يريكم في عدوكم يوم يعني يطمئن به أو يثلج به قلبكم المحروق دلوقتي، وحرركم من طاقة الأسحار دي اللي هي عندكم كلها. شكرا لانتمائكم لقناتنا، وشكرا لاستماعكم، وأقول لكم إلى الملتقى، مع السلامة.